أحداث بارزة وتفاصيل مهمة سنبحثها في ملفات التفاصيل هذه الليلة، معي أنا فاطمة حسين، فإلى أبرز الملفات. المحكمة الاتحادية تنظر غدا بدستورية جلسة انتخاب رئيس البرلمان السابقة، ولا اتفاق سياسيا يلوح بالأفق. مجلس البصرة يقص الشريط، الثلاثاء موعد الانعقاد الأول، وكركوك تواصل البحث عن اتفاق حول المحافظة. تأكيد حكومي على الالتزام بإنهاء التواجد الأجنبي في العراق، وحراك نيابي لتشريع قانون داعم. تتابعون أيضا في ملفات التفاصيل هذه الليلة، تحالف غربي لمقاطعة منظمة غوث الفلسطينيين، وأيام أربعة تفصل مستشفى ناصر بغزة عن الخروج من الخدمة. من العناوين إلى تفصيلات التفاصيل، أهلا بكم. من المقرر أن تنظر المحكمة الاتحادية غدا الاثنين بدستورية الجلسة السابقة لانتخاب رئيس للبرلمان من عدمها. قررت المحكمة الاتحادية في وقت سابق تخصيص جلسة غد الاثنين للنظر بالدعوى والطعون المقدمة من قبل عدد من النواب بدستورية الجلسة السابقة بعد أن رفعت دون إجراء جولة ثانية لانتخاب رئيس للبرلمان الجديد، والذي انحصرت المنافسة من أجله بين شعلان كريم مرشح تقدم وبين سالم العيساوي. كشف الإطار التنسيقي عن وجود قرار مهم للمحكمة الاتحادية العليا يجوز تشريع القوانين بغياب رئيس البرلمان. نواب عن الإطار أشاروا إلى أن قرار المحكمة الاتحادية ووفقا لبيانها الأخير تضمن إطلاق المساحة لمجلس النواب لإكمال خطواته التشريعية بوجود نائبي الرئيس، مؤكدين أن منصب رئاسة البيت التشريعي والتابع عرفيا إلى المكون السني لا يزال التوافق عليه غائبا حتى الآن. رغم التجاذبات السياسية والحديث الذي يصنف بأنه سابق لأوانه، تبقى كلمة الفصل للمحكمة الاتحادية بشأن شرعية جلسة انتخاب رئيس البرلمان، الفراغ التشريعي وما ترتب عليه من إخفاقات رقابية، نتابعها مع أحمد ليث. الفصل في الاختلاف السياسي ورأي البرلمان المنقسم حول جلسة انتخاب الرئيس التي تصدر بها شعلان الكريم مرشح تقدم في جولة المنافسة الأولى، هو قرار المحكمة الاتحادية الذي سيحدد شرعية استمرارها أو بطلانها، قرار لا يمكن الحديث قبله عن أي خطوة سياسية تسد فراغ كرسي الرئاسة. المجلس النوابي ينتظر عقد جلسة أخرى ثانية من أجل إكمال العملية. أعتقد أنه المحكمة الاتحادية دخلت على الخط، وممكن أن يصير هنالك توافق، لكن توافق واتفاق على شخصية معينة، لكن ممكن أنه تؤجل لحين البت بالموضوع من قبل المحكمة الاتحادية. القرار السياسي المقبل يقول مراقبون بأنه سيكون أكثر تماسكا وسهولة في اختيار مرشح رئاسة البرلمان بعد قرار الاتحادية الذي سيوضح مسار موعد الجلسة المنتظرة، فالإطار التنسيقي وحد موقفه على الأغلب، والكتل السنية محتمل أن تعاكس تخبط الجلسة الأولى بشراكة جديدة. يعني بالانتظار ما سوف تفضي له المحكمة الاتحادية بخصوص الدعاوى الأربعة التي رفعتها، التي من ضمنها قضية شرعية ودستورية الجلسة الأولى في انتخاب رئيس البرلمان، كذلك وجود اعتراضات على شخصية شعلان الكريم. الآن يعني الإطار أعطى وقت للمكون السني للاتفاق،
وبالتالي أنا أعتقد يعني الجلسة القادمة سوف تكون جلسة يعني جلسة سهلة. نيابياً وسياسياً الأنظار تتوجه إلى قرار المحكمة الاتحادية بشأن شرعية جلسة انتخاب رئيس البرلمان الأولى من عدمها قبل تحديد الموقف السياسي لسد فراغ منصب الرئيس. أحمد ليث، بغداد، قناة الرابعة. إذن مشاهدينا الكرام، للحديث عن أولى الملفات للساعة الأولى من تفاصيل الرابعة ينضم إلي من محافظة المثنى القاضي المتقاعد السيد عبد الأمير الشمري. أهلا ومرحبا بك سيد عبد الأمير. بدءا يوم غد من المقرر أن تنظر المحكمة الاتحادية بدستورية جلسة انتخاب رئيس البرلمان من عدمها، ما هي التوقعات سيادة القاضي في هذا الخصوص؟ تفضل. مساء الخير عليكم وعلى الجمهور العراقي الحبيب. قبل أن نتطرق إلى التوقعات أو القرار اللي سوف تتخذه المحكمة الاتحادية الموقرة، وهذا هو القرار قرار قطعي ولا يمكن الطعن به في أي شكل من الأشكال، لكن احنا اللي نعرج على موضوع مهم جدا. العراق بحسب الدستور الصادر سنة 2005 احنا نقول البلد ديمقراطي ومتجه إلى الديمقراطية، لكن هذه الديمقراطية اعتمدت على عرف خاطئ فحاولنا أنه يتم تصحيحها في طوال 15 سنة، لكن مع كل الأسف لم يتم تصحيح ذلك. المسألة هي عرف أن يكون رئيس البرلمان سني ورئيس الوزراء شيعي ورئيس الجمهورية سني، هذا عرف وليس هناك نص دستوري يتطرق إلى هذا الموضوع. ما يخصنا في انتخاب مجلس النواب وما دار من لغط حول الجلسة الأولى، حقيقة كنا نتمنى أن تمر الجلسة الأولى بسلام حسب النصوص الدستورية وحسب نص المادة 12 من قانون التنظيم الداخلي لمجلس النواب. كان هناك مرشحين لمجلس النواب، كان من الأولى أن تستمر الجلسة ويتم حسم الخلاف وإنهاء الموضوع، وخاصة العراق مقبل على مسار تشريعي جديد. فيما يخص توقعنا للجلسة للقرار القادم، نتوقع يعني هو توقع، وإنما القرار الأول بالأخير هو بيد المحكمة الاتحادية، نتوقع أن تكون الجلسة صحيحة ويمر يفتح باب الترشيح للأخوان الذين حصلوا على أعلى الأصوات، وهناك جولة ثانية لاختيار منهم أعلى الأصوات. هذا رأينا، سواء رأينا وقناعتنا الشخصية، لكن القرار الأول والأخير هو قرار المحكمة الاتحادية والذي سيكون ملزم لجميع الجهات. طيب. ولجميع السلطات، وأعتقد ستحسم المحكمة الاتحادية الجدل بهذا الموضوع يوم غد. سيادة القاضي، لو فككنا أحداث الجلسة الأولى لانتخاب وتصويت يعني المرشحين لرئاسة البرلمان، اليوم الاتهامات الموجهة للسيد شعلان الكريم هل تمنع من أن يرشح أو يرشح من جديد في الانتخابات القادمة أو في التصويت لرئيس البرلمان في الجلسة القادمة من الناحية القانونية سيادة القاضي؟ عزيزي، احنا خلينا نناقشها من الجانب القانوني. نعم. ونبتعد عن الجانب السياسي والتكونات، لكن ننظر لها من جانب قانوني بحت. اولا الاخوه اللي طعنوا بمدى انه الاخ شعلان الكريم تطرق الى حزب البحث المقبور او غيره، هذا ليس من اختصاص المساءله والعداله. اعتقد انه الاخ شعلان الكريم هو مر عن طريق المساءله والعداله وقبل كعضو في البرلمان العراقي. لكن ممكن أن تقدم الأدلة إذا كان هناك فعلا له تصريح أو له أدلة على ذلك، تقدم إلى القضاء العراقي، والمختصة في هذا المجال هي محكمة التحقيق ومن ثم المحاكم المختصة، وليس الهيئة المساءلة والعدالة المحترمة. هيئة المساءلة والعدالة تنظر قبل الترشيح إلى مجلس النواب، لكن الأخ مر في قناة المساءلة والعدالة، يعني ما معناه هو غير مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة. نعم. وبالتالي إذا كان هناك تسجيل بنظام بلعت أو نظام صدام حسين أو ما شابه ذلك، بإمكان الجهات التي لديها الأدلة أن تقدمها إلى السيد قاضي التحقيق أو إلى رئاسة الادعاء العام وتحريك شكوى بذلك، وبالتالي الإرسال الكتب إلى المساءلة والعدالة أعتقد غير مبرر، كون الأخ شعلان الكريم قد مر من المساءلة والعدالة. طيب. وبإمكان الأخوة المحترمين أن يراجعوا محكمة التحقيق والسيد قاضي التحقيق كونه هو مختص في رأي التحقيق، إذا كان هناك فعلا اتهام للأخ شعلان الكريم كانت هناك أدلة تدينة بإمكانهم تقديمها إلى السيد قاضي التحقيق المختص. ممتاز. المحكمة بعد على أدلة تعرضها على المحكمة المختصة.
طيب هذا من الناحية القانونية. طيب بالنسبة لرفع الجلسة دون إنهاء الجولة الثانية سيادة القاضي، هل أخل بشرعية التصويت من الناحية القانونية؟ من وجهة نظري القانونية ليس هناك إخلال بالجلسة. من الممكن أن حتى النظام الداخلي للبرلمان والمادة 12 الذي يعول عليها الجميع بإمكانهم أن إكمال هذه الجلسة، أو وأعتقد أن قرار المحكمة الاتحادية يوم غد هو ينصب على هذا الموضوع، أعتقد إكمال الجلسة. ومن الممكن أن يدخل المنافسة الأخ شعلان الكريم والشخص الحاصل على المركز الثاني، لأن أعتقد لا يجوز فتح باب الترشيح، ليس هناك سند قانوني لفتح باب الترشيح مجددا ترشيح خاص آخر إلا إذا كان هناك قرار المحكمة الاتحادية بهذا، وبالتالي يكون القرار ملزم للجميع. أما من وجهة نظرنا القانونية لا أعتقد أن يفتح باب الترشيح مرة أخرى، وسيكتفي المرشحين فقط الذين رشحوا في الجلسة الأولى. طيب، ويتم المنافسة بين شعلان الكريم ومن حصل على المركز الثاني. شكرا جزيلا لك سيادة القاضي، كنت معي من محافظة المثنى القاضي المتقاعد السيد عبد الأمير الشمري. أقر الحزب الديمقراطي الكردستاني بصعوبة تشكيل الحكومة المحلية الجديدة في كركوك بسبب التقارب الذي أظهرته نتائج الانتخابات. وقال مسؤول الحزب الديمقراطي في المحافظة محمد كمال إن حراك ومفاوضات الكتل الفائزة لم تحقق أي نتائج أو توافق حتى الآن بسبب صعوبة تشكيل تحالف يضمن منصب المحافظ، مشيرا إلى أن حزبه يقف على مسافة واحدة مع جميع القوى ولا خطوط حمراء حيال أي مكون أو حزب سياسي في كركوك. أدى أعضاء في مجلس محافظة البصرة ونينوى وديالى والأنبار اليمين القانونية لدى القضاء، وذكر بيان لمجلس القضاء أن أعضاء منتخبين أدوا اليمين القانونية أمام رؤساء محاكم الاستئناف بمحافظاتهم وفق أحكام المادة 29 من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم. هذا ويعقد مجلس محافظة البصرة الجديد أولى جلساته الثلاثاء المقبل. محافظ البصرة أسعد العيداني وفي وثيقة حصلت عليها الرابعة دعا إدارة مجلس المحافظة لعقد جلسة أعضاء المجلس للدورة الرابعة الثلاثاء المقبل في مبنى حكومة البصرة المحلية. كشف تحالف الفتح وجود مؤشرات على توافق داخل قوى الإطار التنسيقي بعدم التجديد لأي محافظ بنسبة 90%. وقال النائب عن التحالف سالم العنبكي أن الإطار في حراك مستمر لحسم العديد من الملفات المهمة، ومنها هل سيتم استثناء بعض المحافظين والتجديد لهم أم لا، مبينا أن القراءات المتوفرة تؤكد بأن النسبة الأعظم من التوافقات تذهب إلى عدم التجديد، إلا أن الأمر ليس قطعيا وربما تحصل متغيرات خاصة، وأن المدد الزمنية لطرح أسماء المحافظين ممتد لأيام. بغض النظر عن الأكفأ، لا تزال المحاصصة السياسية تتسيد المشهد، لا سيما في ذقار الصراع على كرسي المحافظ والتنافس السياسي. نتابعها مع مراسل الرابعة في المحافظة نور صادق. تحت مظلة الصراع حول رسم الخريطة السياسية المحلية في المرحلة المقبلة، الكرسي التنفيذي الأول منصب المحافظ ينتظر من سيحصد الرقم واحد الذي سيكون شاغلا له بمدة 4 سنوات قادمة بذقار. يخضع موضوع اختيار محافظ ذقار القادم إلى توافق الكتل الكبيرة الفائزة في مجلس المحافظة، غالبا ما تكون هذه التوافقات مركزية ويتم الاتفاق عليها في سلة واحدة. نعمل نحن كفائزين مستقلين في مجلس المحافظة إلى التواصل مع الزملاء الأعضاء لاختيار شخصية مهنية كفؤة.
بوادر لجملة من التغييرات تشمل مناصب مهمة في دوائر الدولة، سيكون أول خطوة في عمل مجلس المحافظ المنتخب حديثا، وربما ستشعل صراعا سياسيا بين أخوة الأمس وخصوم اليوم بحسب مراقبين. تساؤلات في المستوى المحلي في محافظة ذي قار اللي هو يتعلق بتشكيل الحكومة المحلية، يعني لحد الآن أكو بعض الآراء في محافظة ذي قار، من يكون المحافظ، من يكون النائب، من يكون رئيس مجلس المحافظة، وجاي نشاهد أكو خلافات من داخل الكتل السياسية لديها رؤية بعيدة المدى في تشكيل أشخاص وتعيين أشخاص تابعين إلى كتلهم. مع تشكيل كل حكومة طبعا نمر بنفس الموضوع اللي هو التكهنات بمنصب المحافظ أو نائب المحافظ أو رئيس مجلس المحافظة. تعلمون جيدا أنه الوضع الحالي هو بخصوص تشكيل حكومة جديدة في محافظة ذي قار، لا زالت هذه المشكلة قائمة أيضا، وهنالك يعني مشاكل تحدث بين الكتل السياسية، وأيضا الشارع اليوم انشغل بهذا الموضوع. نتمنى من الكتل السياسية أن تعي بما هي فيه الآن. قبل الإعلان عن موعد انعقاد أول جلسة لمجلس المحافظة، تشهد محافظة ذي قار تغيرات كثيرة يتبين من خلالها أن المحاصصة ما زالت هي الظرف السائد دون الذهاب إلى الأكثر كفاءة. الاصطفاف لاختيار محافظ جديد لذي قار ما تزال مستمرة، وإن كل جهة تقول إنها الأحق بالمنصب، في وقت يدعو مواطنون أن يكون الاختيار بعيدا عن المحاصصة الحزبية. من ذي قار نور صادق، الرابعة. إذن مشاهدينا الكرام، ينضم إلي من كركوك القيادي في تحالف القيادة رعد الصالح، أهلا ومرحبا بك سيد رعد. بدءا، هل توصلت القوى الفائزة في كركوك من الوصول إلى صيغة معينة للمباشرة بأعمال المجلس المحلي وتشكيلاته؟ تفضل. إلى اليوم التي تختلف عن باقي المحافظات صعبة جدا، ليست سهلة، كثيرة جدا، هذه الخدمة قيصرية أصلا. هناك بعض المفاوضات الجارية مع الكل، المفاوضات مفتوحة حتى الأطراف. الأكثر تقارب إلى اليوم هو كون العزم. أعتقد التحالف الديمقراطي الثاني سيكون طرف ثالث في المعادلة، يتحالف مع أي جهة مع الاتحاد الثاني، سيكون الحل محصور في حال الحصول على اتفاق أو إن وجد بين الأطراف الباقية. لكن على العموم سيكون الأمر ليس سهل، الأمر صعب جدا ويحتاج إلى وقت. نعم. طيب سيد رعد، بالنسبة للمكون العربي، هل وضح جهة التفاوض الائتلافية أو الاتفاقية اليوم بشأن هذا الموضوع؟ العرب أبواب مفتوحة للتفاوض، وقمنا بالتفاوض مع كل الأطراف، لكن إحنا قرارنا واحد وهو الجلوس على مقعد التفاوض، لأن الإدارة العربية أثبتت جدارة كبيرة منذ العام 2017 اليوم بوصول مدينة كركوك إلى ما هي عليه اليوم من الاستقرار الأمني والازدهار العمراني. هذه المكاسب التي حصلت عليها كركوك بعد عملية فرض القانون في عام 2017 لا نريدها أن تذهب سدى. سنحاول ونصر على بقاء الإدارة العربية في محافظة كركوك. طيب سيد رعد، يعني اليوم هل تتوقعون أن تمضي الأمور نحو التأزيم أم هنالك انفراجة وبادرة لحسم قريب؟ بالتأكيد سيكون هناك انفراج. على العموم متقاربين مع الكل، هناك خلافات بسيطة تحتاج إلى وقت، لكن ستفرز قريبا إن شاء الله. نعم، واضح جدا. شكرا لك على كل هذه الإيضاحات والمعلومات. كنت معي من كركوك القيادي في تحالف القيادة السيد رعد الصالح.
أكدت الحكومة العراقية أن رئيس مجلس الوزراء محمد الشاع السوداني قدم تعهدا بإنهاء مهمة التحالف الدولي خلال دورة حكومته الحالية، وهو ملتزم باستكمال ما وعد به. وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي إن إنهاء مهمة التحالف في البلاد هي إحدى فقرات البرنامج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب، مشيرا إلى أن الحوار بين الحكومة العراقية وقوة التحالف بدأ وأن مشوار نهاية الأخير في العراق وضع على السكة. أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية العمل على تشريع قانون يلزم القوات الأمريكية بمغادرة العراق. عضو اللجنة كريم عليوي كشف عن جمع أكثر من 100 توقيع نيابي لإدراج فقرة المطالبة بتشريع قانون لانسحاب قوات التحالف الدولي بما فيها القوات الأمريكية، لافتا إلى أن ذلك الإجراء سيمنح الحكومة والمفاوض العراقي القوة القانونية والدستورية خلال المفاوضات التي بدأت في بغداد مؤخرة. نفى رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني أن يشكل الإقليم تهديدا لأي جهة لا سيما إيران. بارزاني أكد أن أربيل تمتلك علاقات صداقة جيدة مع أقطاب المجتمع الدولي بشكل عام، لافتا إلى وجوب مراعاة وحماية المصالح المشتركة لكردستان العراق مع دول المنطقة، وينبغي وفق تعبيره احترام سيادة إقليم كردستان العراق والعراق وعدم انتهاكها. راقب طالبان نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق أن تنظيم داعش لم ينتهي بعد ولا يزال يشكل خطرا على الإقليم والعراق كافة. طالبان في تعليقه على بدء الحوار الثنائي بين الحكومة الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء وجود التحالف الدولي في البلاد، قال إن الخطر الذي يمثله هذا التنظيم الإرهابي هو الذي يحتم تواجد الدول التي لديها تمثيل عسكري في البلاد، وأن بقاء تلك الدول يهدف إلى مواجهة الإرهاب في الدرجة الأساس. طالب رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان فريق التحقيق الدولي بتقديم نتائج عمله إلى القضاء العراقي. زيدان وخلال لقائه رئيس فريق التحقيق الدولي الخاص كريستيان ريتشار أكد أن نتائج عمل الفريق والأدلة التي تم حسمها يجب أن تقدم إلى القضاء العراقي وجهات التحقيق التابعة له حصرا باعتباره الجهة المختصة بإجراء التحقيق والمحاكمة في الجرائم التي ترتبط بها النتائج والأدلة. شدد رئيس مجلس الوزراء محمد الشاع السوداني على أهمية الإسراع بحسم التحول الإلكتروني بمؤسسات الدولة. السوداني وخلال ترأسه اجتماعا خصص لاستكمال الإجراءات الخاصة بالتحول إلى الدفع الإلكتروني أكد ضرورة عدم تحميل المواطن عمولات مضافة لا سيما في التعاملات اليومية والمدفوعات الاعتيادية البسيطة. هدد تجمع للمعلمين في محافظة أربيل بالإضراب العام عن الدوام احتجاجا على تأخر صرف الرواتب. وقال بيان لتجمع المعلمين إن حكومة إقليم كردستان العراق لم تصرف رواتب الموظفين والمعلمين لأربعة أشهر، بالإضافة إلى أنها تتجاهل تنفيذ مطالبهم ولا تكترث لضياع السنة الدراسية، داعيا سائر المعلمين إلى إجبار الحكومة على تنفيذ مطالبهم عبر الالتزام بقرار الإضراب العام. أعلنت وزارة النفط أن مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المالية المتحققة لشهر كانون الأول الماضي تجاوزت 8 مليارات دولار أمريكي. وبحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية سومو، فإن كمية الصادرات من النفط الخام بلغت 108,056,590 برميل بإيرادات بلغت 8 مليارات و311 مليون
1,434,000 دولار. وأشارت الإحصائية إلى أن مجموع الكميات المصدرة من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 107,592,532 برميل. يتعثر إنتاج النفط العراقي إلى شرق آسيا وأوروبا منذ الحرب على غزة، الأمر الذي يؤثر بصورة مباشرة على الموازنة المالية. تسعيرة البترول وكمية إنتاج النفط لخصها لنا فقر فاضل في هذا التقرير، فنتابع معا. مع تصاعد وتيرة الأحداث في المنطقة الإقليمية بعد حرب غزة، بدأت المخاوف تشيع بين الأوساط المحلية إزاء تأثر إنتاج النفط العراقي وعرقلة تصديره إلى شرق آسيا وأوروبا، إلى جانب خفض منظمة أوبك للكميات المنتجة وتوقف نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي، أسباب قد تنعكس سلبا على موارد الموازنة المالية للبلاد وفقا لمراقبين. قطعا أن هذه التأثيرات الخارجية وحركة التذبذب في تصدير النفط وبعض المشاكل الإقليمية اللي يتعرض لها حركة تصدير النفط، ومن ثم فإن أمام الموازنة العراقية هنالك انخفاضات كبيرة في إيرادات النفط تعزز اللجوء إلى العجز المالي الحكومي الذي ربما يصيب الاقتصاد. وفي اتجاه آخر، يقلل اقتصاديون من الأضرار التي قد يتركها تعطيل حركة النفط العراقي وبيعه في السوق العالمية، في وقت تعمل الحكومة على تقليل نسبة العجز في الموازنة من خلال زيادة نسبة إنتاجها أكثر من 6 ملايين برميل يوميا. الموازنة راح يكون 63 تريليون العجز الموجود مثل العام الماضي، ومقدر سعر برميل النفط 70 دولار للبرميل، والضخ يعني راح يكون 3.5 ملايين برميل حصة العراق من الأوبك في مبيعات النفط. توجهت الآن بدل أن كان المركز استقل إلى الغرب والولايات المتحدة، الآن إلى جنوب شرق آسيا والهند، صارت هي والصين تأخذ حصة كبيرة من النفط العراقي. هناك احتياطي العراق، يعني هناك أخبار تقول أنه قد لا يستطيع أن تزيد الراتب، لا، أكو احتياطي، أكو فائض من هذه المبالغ. وتتحكم أسعار البترول بشكل مباشر بواردات الموازنة العامة للدولة، وذلك نتيجة اعتماد الحكومة على القطاع النفطي بعيدا عن المجالات الاقتصادية الأخرى التي قد تعظم موارد الدولة. من بغداد، فقار فاضل، الرابعة. أكد وزير الصحة صالح الحسناوي المضي بتوفير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بإجراءات مبسطة. وأوضح الحسناوي أن وزارته ماضية بفتح السجل الإلكتروني الخاص باللجان الطبية وتقاريرها وفحص وتسجيل الأدوية، مبينا أن هذا التوجه هو بداية تحول الدولة إلى الحوكمة الإلكترونية. يتحكم بعض الأطباء والسماسرة بعمل الصيدليات في بابل حتى أضحت أغلبها أسيرة لهم، والنتيجة هي وصفات مشفرة ومبالغة بإعطاء الأدوية. مراسلنا في المحافظة رصد لنا معاناة المرضى ومخالفات بعض العيادات الطبية في هذا التقرير في بابل، فنتابع. الرابعة تفتح أخطر الملفات هنا في شارع الأطباء وسط مدينة الحلة. عيادات يمارس بها مهنة الطب دون اختصاص، وصيدليات يديرها خريجو جامعات الإدارة والاقتصاد. لا بل الأقوى من ذلك كله، الجميع هنا يخشى الظهور بصوته وصورته، خوفا من العصابات المتنفذة والمسيطرة على هذا الشارع. هنا أجور الصيدليات تختلف بين واحدة وأخرى،
فبعضها يكون ذات دخل مرتفع والآخر يشكو من قلته ويفكر حتى في إغلاقها، لتكون مشكلة الدخل متعلقة قدر الإمكان بالأطباء وبعض السماسرة الذين يتعاونون مع الصيدليات بتخصيص نسب معينة لبيع الأدوية عن طريق وصفات طبية مشفرة أو نوعية أدوية تعطى لا تشفي المريض لكي يعاود فحصه وشراء المزيد من الأدوية لغرض زيادة الربح لديهم. أنا كصاحب صيدلية بسنتر شهر على الأطباء مردود المالي ضعيف لأسباب، يعني الأسباب أنه ما منطي مجال لبعض الأطباء الجشعين اللي يتفقون وياه بالصيدلية في سبيل يدفع أجارهم ويمشي الأدوية اللي عنده من خلال الطبيب وإلى نسبته أكيد. إضافة لهذا إلى موضوع مهم أنه بعض الصيدليات من تروح تودي للوصفة والوصفة طبعا مشفرة، يعني فقط هذا بالصيدلية يدربيها بعيدا عن سعرها غالي، أنه ما راح ينطي العلاج الحقيقي، ينطي مجرد فيتامينات. لم تتوقف عملية التجارة بالمرضى إلى هنا، حيث وصلت إلى فتح عيادات طبية يمارس بها من دون اختصاص، فالباطنية يمارسها من يختص بالأشعة وغيرها الكثير والكثير. كثير من الأطباء اليوم مو أصحاب اختصاص، دي مارس غير اختصاص، بالتالي سيدات تجي للتجميل تشوف كلها تجميل وهو ما عنده اختصاص بالتجميل وقاعد يسوي عمليات، وحتى بالبيوت صارت العمليات. فموضوعنا محصورة من النقابة، يعني المفروض النقابة تتحرك، والنقابة عندها علم ودراية كاملة على عدد الأطباء اللي يمارسون ويتاجرون بالمرضى. كل ما ذكر في هذا التقرير جاء بعد بحث مستفيض لكادر الرابعة في بابل، وما تحدث به صاحب الصيدلية كان دون إظهار وجهه وصوته الحقيقي خوفا من التصفية أو محاربته في عمله. حبيبي إذا أطلع صورتي آني هسه بهذا التقرير، طبعا أنا أتمنى أقدر أطلعك، بس إذا أطلع صورتي بهذا التقرير رأسا يقتلوني، أكو عصابات وسماسرة هنا، أكو عصابات ومافيات بشارع الأطباء، حتى الأجهزة الأمنية عجزت عنهم. زيد الشهيب، الرابعة، بابل. إذن للحديث عن هذا الملف مشاهدينا الكرام ينضم إلي من بابل عبر سكايب السيد مهند السويدي رئيس لجنة الانضباط في نقابة الأطباء. أهلا ومرحبا بك سيد مهند. هنالك اتهامات لبعض الأطباء بلعب دور السمسرة أو الاتفاقات مع الصيدليات لغايات مادية كما تعلم سيد مهند، هل لديكم مؤشرات حول هذا الأمر؟ تحية طيبة لإذاعتكم المحترمة ولمتابعيكم ومشاهديكم، أهلا وسهلا. بالنسبة لواجبات ومهام نقابة الأطباء في المحافظات، هي متابعة العمل الأطباء في عياداتهم الخاصة. أما بالنسبة لموضوع الأسعار والأدوية فهذه ليس من صلاحياتنا، من صلاحية وزارة الصحة، دائرة الصحة، إضافة إلى نقابة الصيادلة. وفي حال حدوث بعض السلبيات احنا نتمنى، اليس يعني لديكم يعني دور رقابي او متابعه او تحديد هذه المؤشرات او رفع تقارير لربما او تواصل مع الجهات المعنيه بخصوص هذا الامر؟ احنا من واجباتنا متابعه العمل فقط كطبيب، اي شخص يحمل هويه نقابه هو من صلاحياتنا. بس بالنسبه لموضوع الصيدليات والمختبرات ليس من صلاحياتنا. طيب سيد مهند، ما هي الضوابط أو الإجراءات التي ستتبع مع الأطباء المتهمين بتلك الأمور إذا لم تكن هي من ضمن الاختصاص لجنابكم الكريم؟ إذا هي اختصاص من ومن وما هي الضوابط؟ احنا من واجبات النقابة هي آلية العمل في العيادات. نعم. ومتابعة العمل فيها ومعالجة المرضى. بالنسبة للفرق التفتيشية، هي مشكلة من فريق تفتيش تابع لنقابة الأطباء وفرق تفتيشية تابعة لدائرة صحة بابل والوزارة. في حال وجود احنا مثل هاي السلبيات راح تتخذ الإجراءات الانضباطية والنقابية إضافة للإجراءات القانونية، ولكن لم تسجل لدينا لحد الآن أي حالة مثل هذه الحالات. طيب سيد مهند، فيما يتعلق بالصيدليات البعض منها يؤشر على عملها اعتماد مواد طبية غير معتمدة أو منتهية الصلاحية أو ذات جودة منخفضة، كيف يتم التعامل مع هذه الحالة؟
عفوا، احنا يعني سبق ذكرنا انه موضوع الادويه متابعه الادويه ليس من صلاحياتنا. تفتيش طيب، شكرا لك على هذه الإيضاحات والمعلومات ضيفي الكريم. كنت معي من بابل عبر سكايب السيد مهند السويدي، رئيس لجنة الانضباط في نقابة الأطباء. وفي ملف المياه، أكد وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله العمل على إدخال مشاريع حيوية لمواجهة أزمة شح المياه وتحقيق الاستخدام الأمثل لها. وقال عبد الله أن الموارد تسعى لتغيير النظام الإروائي التقليدي إلى آخر حديث بالاعتماد على الأنابيب لنقل المياه، إضافة إلى مشاريع إعادة تقنية وتحلية مياه الصرف الزراعي وإحالتها للجامعات العراقية لإعداد متطلبات إدراج المشاريع والكلف الخاصة. ينخفض منسوب المياه الجوفية في كركوك إلى مستويات غير مسبوقة بالتزامن مع نقص الأمطار. الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا الصدد والحصص المائية رصدها لنا مراسلنا في المحافظة مهند التميمي في هذا التقرير، فنتابع. الجفاف وشح المياه خطر يهدد أغلب المدن العراقية ومنها كركوك التي تعتبر إحدى أهم المحافظات ذات الجدوى الاقتصادية الزراعية. أزمة ستعرج بالبلاد إلى كارثة النزوح العكسي للفلاح وتأثيرها السلبي على المنتج المحلي أمام غياب الدعم الحكومي وقلة توفير أساسيات عمله، يقول مزارعون. دعم الدولة بشكل عام ماكو دعم. مبيدات تنطينا 49% مبيد الأدغال، أنت المفروض من ترفع الدعم مني وتصعد الكيماوي عليه لازم نفس الوقت ترفع سعر الحنطة حتى يعوض عندي أنا كفلاح، أو أخذ القاع مني يقول لي لا تفلح. كل ناس هاجرت تركت أراضيها، لو انطاها المستثمر يفلحها، وطبعا المستثمر تلقى نفسه تاجر أو تارك هسه الأرض بور وراح ساكن بالمدينة، لو يشتغل عمالة لو يشتغل تاكسي لو فاتح له محل لو فاتح إنشائية. والله بس بالخطة نعم اكو تقليص بالخطة الزراعية وتجي اذا عندك حصة مال اسمدة تجي قليلة، واذا عندك حصة مال مبيدات تجي قليلة، ولما تضطر تشتري المد التجاري والتجاري بعد شنو يعني ربح الفلاح شنو. قلة الامطار للموسم الحالي وانخفاض منسوب المياه الجوفية بشكل ملحوظ جعل الدوائر ذات العلاقة تتخذ جملة من الإجراءات أهمها الاعتماد على طرق الري الحديثة بحسب مختصين. بعض الإجراءات التي قامت بها الوزارة من خلال ترشيد الاستهلاك باستخدام نظام المراشنة بين القواطع، قلة الإطلاقات الواردة من دول الجوار بالإضافة إلى قلة الأمطار بالتأكيد لها تأثير سلبي على مساحات الزراعية التي تقر كخطة سنوية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والموارد المائية. ويبدو أن المفاوض العراقي لم يقل كلمة الفصل أمام الدول التي خفضت حصته المائية، على الرغم من أن البلد يعاني الجفاف للسنة الرابعة على التوالي. وبحسب مراقبين فإن التحذيرات من ارتفاع نسبة التصحر في البلاد توجب على الجهات المعنية إيجاد الحلول الاستراتيجية وتطبيقها على أرض الواقع. من كركوك مهند التميمي، قناة الرابعة. انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مظاهرات عائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة. نتنياهو في مؤتمر صحفي قال إن هذه الاحتجاجات ترفع من سقف المطالب الخاصة بحماس وتؤخر عملية استعادة الأسرى لديها، مضيفا أن الحرب ستستمر حتى استكمال المهمة وتفريغ غزة من مقاتلي حماس. مستجدات في قطاع غزة، ينضم إلينا مراسلنا في غزة محمد البلبيسي. محمد، ما هي آخر التحديثات لديك حول الأحداث الأخيرة والتطورات الميدانية في القطاع؟ نعم،
نعم فاطمة، يعني مسلسل القصف الإسرائيلي ونزيف الدم لا يتوقف في قطاع غزة ما دامت الحرب الإسرائيلية متواصلة، ما دام الصمت الدولي والعربي متواصل إزاء الجرائم الإسرائيلية. نعم. نتحدث عن غارات متكررة ومختلفة في أماكن مختلفة من قطاع غزة. أحدث هذه الغارات كان قبل قليل لمنزل عائلة أبو مطوي في جنوب منطقة السوارحة في مخيم النصيرات، أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين. أيضا اليوم وصل مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأوروبي 12 شهيدا جراء القصف الإسرائيلي المدفعي وإطلاق النار من قبل طائرات الكواد كابتر. وأيضا الحصار ما زال متواصل في منطقة مستشفى الأمل في خان يونس. أيضا هناك 3 شهداء في قصف عمارة سكنية وشقة سكنية في مخيم النصيرات أيضا، وعدد من الشهداء في جنوب مدينة غزة وغرب مدينة غزة بعد أن قام الاحتلال الإسرائيلي باستهداف شقة سكنية في برج موسى عرفات في حي النصر، وأيضا استهدافات في مخيم الشاطئ ومخيم الشيخ وحي الشيخ رضوان. هذه الغارات الإسرائيلية التي تتواصل يرافقها تقدم للدبابات الإسرائيلية، يرافقها إطلاق مدفعي وأيضا إطلاق للرصاص الحي باتجاه المواطنين الفلسطينيين في الأنحاء الشمالية لقطاع غزة وأيضا جنوب قطاع غزة، تحديدا منطقة دوار الكويت ومنطقة أيضا حي الزيتون. وأيضا هناك قصف إسرائيلي وإطلاق نار في محيط مستشفى ناصر، هذه المستشفى فاطمة التي تتعرض إلى حصار دام أكثر من 10 أيام أو ما يقارب 10 أيام. لجأت العائلات الفلسطينية والطواقم الطبية اليوم بإنشاء مقبرة جمعية ودفن أكثر من 30 شهيد. أيضا هناك تخوف من انقطاع وتوقف مولدات الكهرباء عن العمل بسبب عدم وصول السولار والمواد اللازم لتشغيل هذه المولدات، وأيضا توقف محطة الأكسجين التي تغذي أقسام العناية المكثفة وأقسام الأجهزة التنفسية الذين المرضى الذين يعانون من نقص الأكسجين. هذه المحطة إذا توقفت يعني هناك إعدام واستشهاد عشرات من المرضى والجرحى الذين هم تحت التنفس الاصطناعي. وأيضا نقص المستلزمات الطبية عن هذه المستشفى ينذر بكارثة طبية وصحية بالتعامل مع أعداد الجرحى والشهداء الكبيرين اللذان يصالان إلى مستشفى ناصر أو اللذان يستشهدان في محيط هذه المستشفى. واقع صاد استمرار للعملية البرية في غرب خان يونس، استمرار للقصف الإسرائيلي المدفع في المناطق الشرقية لمخيم المغازي شرق دير البلح لشرق خان يونس، رغم انسحاب الدبابات الإسرائيلية وسحب 2 من ألوية الجيش الإسرائيلي اليوم من شرق خان يونس ولواء من المنطقة الوسطى. إلا أن نعم محمد يعني لخصت مواصلة بين الجانب الفلسطيني وأيضا استمرار القصف في مناطق مختلفة. فاطمة إذا طيب كنت تسمعيني وتسمح لي فاطمة بالتأكيد أنتقل إلى الجانب الإنساني سريعا. الجانب الإنساني الوضع صعب جدا، عشرات بل مئات الخيام اليوم غرقت بفعل القصف الإسرائيلي وبفعل تساقط الأمطار عفوا وبفعل هروب هؤلاء الناس ونزحوهم مرة ومرتين، منهم من نزح من غزة إلى الوسط والآن في رفح. وأيضا هذه المخيمات ومعظم مدارس وكالة غوث وتشغيل لاجئين التي لا تستطيع أن تستوعب هؤلاء الناس. والحرب الجديدة هي أن بعض الدول الأوروبية التي أوقفت دعمها لوكالة غوث وتشغيل أونروا، وقد أعلنت وكالة الغوث بأن إيقاف الدعم من أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا ربما هذا يضعف العمل ويضعف من تقديم الخدمات لآلاف الأسرة الفلسطينية النازحة ومليون لاجئ فلسطيني في مخيمات اللجوء هنا في قطاع غزة، وينذر بكارثة صحية خصوصا أن كل الناس يعتمدون على الحصول على الأدوية والمواد الغذائية من المراكز الطبية التي تتبع للأنورا، والتي إذا توقف الدعم لها هنا حكم بتجويع 2 مليون فلسطيني وأيضا إيقاف العلاج وإدخال المواد الأساسية إلى هؤلاء الناس. ربما قد ينذر بكارثة كبيرة في قطاع غزة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية وضعف تدفق المساعدات والأدوية وشحها ونقص حاد في المواد الأساسية خصوصا الطحين في مناطق شمال قطاع غزة. واضح جدا محمد، تطرقت إلى الجانب الإنساني الميداني الصحي لخصت وأجزت. يا محمد لو تحدثنا يعني سريعا حول الاتفاقات والهدنة وتبادل الأسرى اليوم ما بين الجانبين، حركة المقاومة الفلسطينية حماس وأيضا الاحتلال الإسرائيلي الكيان الصهيوني.
نعم فاطمة، هناك مباحثات جدية ربما هذه المرة، يعني مشاركة رئيس المخابرات المصرية وأجهزة وأيضا وفد من الخارجية القطرية والولايات المتحدة الأمريكية ورئيس المساعد الإسرائيلي، وهؤلاء جميعا يجتمعون في باريس لبحث صفقة لتبادل أسرى ووصول إلى وقف إطلاق النار. حركة حماس قالت أن هذه الجولة جديدة ربما قد تصل، ونأمل والجميع يأمل للوصول إلى قرار وقف إطلاق النار، ولكن هذه المباحثات تتطلب عدة أيام وتتطلب وقت، لأن هناك يعني ثغرات وهناك عقبات بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي للوصول إلى صيغة نهائية لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. ولكن ما نشاهده انفتاح بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي حول هذه المفاوضات التي نأمل بإذن الله تعالى أن تتوج بوقف إطلاق النار، ولكن لسوء الحظ كثير من المفاوضات لم تنجح، ولكن الأمل يصب الآن في هذه الصفقة وفي هذه المفاوضات. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والنقل الدقيق كالمعتاد. كنت معي مراسل الرابعة الزميل العزيز محمد البلبيسي من قطاع غزة. إذن مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم إلى ختام الساعة الأولى من تفاصيل الرابعة، هذا تذكير بأبرز عناوينها. المحكمة الاتحادية تنظر غدا بدستورية جلسة انتخاب رئيس البرلمان السابقة، ولا اتفاق سياسيا يلوح بالأفق. مجلس البصرة يقص الشريطة، الثلاثاء موعد الانعقاد الأول، وكركوك تواصل البحث عن اتفاق حول المحافظ. تأكيد حكومي على الالتزام بإنهاء التواجد الأجنبي في العراق، وحراك نيابي لتشريع قانون داعم. تابعتم أيضا في الساعة الأولى من التفاصيل، تحالف غربي لمقاطعة منظمة غوث الفلسطينيين، وأيام أربعة تفصل مستشفى ناصر بغزة عن الخروج من الخدمة. أهلا بكم مجددا مشاهدينا ومتابعينا الكرام. سنبحث في الساعة الحوارية الثانية من تفاصيل الرابعة آلية تشكيل مجالس المحافظات من الناحية القانونية بالتأكيد، وأيضا ما التأثيرات السياسية لهذه التشكيلات، مع ضيوفي الكرام الأستاذ جبير الجبوري رئيس مجلس محافظة الديوانية سابقا عبر سكايب من كربلاء المقدسة، وأيضا الأستاذ فيصل ريكان الخبير القانوني والدستوري، بالإضافة إلى ضيفي مهند العنزي رئيس تحالف نبني في محافظة بابل. ولكن بعد الفاصل. أبدأ معك سيد فيصل، هل لك أن تبين لنا آلية تشكيل المجالس المحلية وأيضا طريقة اختيار المحافظين؟ مساء الخير عليكم وعلى ضيوفكم الكرام ومشاهدي قناتكم العزيزة. أهلا بك. بالتأكيد انتخابات مجالس المحافظات تم تشريعها بموجب قانون انتخاب مجالس المحافظات ومجلس النواب والأقضية. طبعا هنالك تعديلات، أكثر من تعديل صار على هذا القانون، هو التعديل الأخير اللي هو تعديل رقم 4، قانون رقم 4 لسنة 2023، وتوضحت فيه الصورة
الأساسية كاملة، بالإضافة إلى قانون المفوضية المستقلة للانتخابات الذي حدد فيه كثير من المسائل. وبالتالي الانتخابات انتهت اليوم والحمد لله بسلام، وأيضا تمت مصادقة الانتخابات بشكل رسمي من قبل المفوضية، وأيضا الآن مشرعين أداء القسم المهم هذا، ويجب أن يكون أمام محاكم الاستئناف بالمحافظات، ويجب أن يقوم بأداء اليمين، هو تلاوة اليمين طبعا رئيس الائتلاف في المحافظة في المحكمة داخل المحافظة. بعد انتهاء هذه الإجراءات يصار إلى المصادقة من خلال دعوة المحافظ الحالي لمجلس المحافظة المنتخب لانعقاد الجلسة الأولى خلال 15 يوما من تاريخ المصادقة. وأيضا هنالك إجراءات أخرى بعد هذه المصادقة تتم داخل الجلسة نفسها، لكن إن لم يدعو المحافظ مجلس المحافظة للانعقاد على المجلس أن يذهب طوعيا لعقد الجلسة وبرئاسة العضو الأكبر سنا ليتم انتخاب رئيس مجلس المحافظة ونائبه، ثم يصار إلى بعد ذلك خلال 30 يوما إلى انتخاب المحافظ ونائبيه أو معاونيه كما يدعوها القانون. هذه تحتاج إلى أغلبية مطلقة 50+1، إن توفرت للمحافظ يستلم واجباته، وبالتأكيد لرئيس مجلس المحافظة أيضا يجب أن تتوفر له 50+1 داخل مجلس المحافظة. طيب سيد فيصل، هذه التعديلات تحدثت حضرتك حول التعديلات، هل فصلت أكثر القانون والفقرات والعموميات أم لخصت القانون، وما التغييرات التي طرأت حول هذه التعديلات، وأيهما أفضل، ما كان عليه سابقا قانون مجلس المحافظات أم ما حدث بعد التغيير والتحديث؟ هو الحقيقة هناك أكثر من رأي. طبعا الكتل والأحزاب الكبيرة هي من طالبت بأن تدخل معادلة سانت ليغو بمختلف درجاته وبمختلف تسمياتها طبعا بالانتخابات الأخيرة، لكن الانتخابات السابقة كانت انتخابات فردية ما لها علاقة بال يعني الشخص الذي يدخل الانتخابات الفائز طبعا أو المرشح للانتخابات ما يحصل عليه من أصوات عند عدم فوزه تذهب هذه الأصوات معه خارج انتخابات مجلس المحافظة. التعديل الأخير اللي صار بموجب موضوع سانت ليغو ودخل على الخط هذا يعطي لي يعني الأصوات التي للخاسر لا تذهب بالتأكيد، يعني سوف يعاد احتسابها بدرجات معينة. هذا واحد من طبعا بالتأكيد أكو جهات كانت مناصرة لهذا التغيير وأكو جهات رافضة، يقول الشخص اللي دخل الانتخابات يأخذ أصواته وياه يعني. وأعتقد أنه هو هذا بأكثر من رأي، يعني إذا كان رأي قانوني فهو صاحب الأصوات، لكن بما أن مجلس المحافظة هو ممثل للشعب فبالتأكيد يعني بالتأكيد يجب أن يمثل أكبر عدد ممكن من مواطني هذه المحافظة. بالتأكيد هنالك تغييرات كثيرة طالب بها الشارع العراقي، منها إجراء تعديلات على الدستور وعلى وخصوصا المادة 136 التي تحدثت 126 عفوا التي تحدثت عن انتخاب المحافظ أو اختيار المحافظ من قبل مجلس المحافظة. البعض كان يطالب بأن يكون هنالك صندوق مستقل لاختيار المحافظ مع صندوق انتخاب مجلس المحافظة، يعني الانتخاب يكون من قبل أبناء المحافظة نفسهم ليكونوا هم مسؤولين عن اختياره وبالتالي عن ما يقدمه من خدمات. هذا الحقيقة ما يصير إلا أن يجرى تعديل على الدستور العراقي الذي نص على أن مجلس المحافظة هو من يختار المحافظ.
مع كثير من المطالبات الأخرى أو الأمور الأخرى التي طيب كان قبل أن نستمر بالحديث عن التعديلات، عن التشكيل، عن آلية مجالس المحافظات، كيف تنظر إلى هذه المجالس اليوم سيد فيصل؟ هل هي حلقة زائدة كما توصف من البعض، أم هي مكملة والأذرع يعني المتبقية والتي تستند عليها الحكومة في تنفيذ المجالس؟ نعم، هي الحقيقة لا يمكن أن تعتبر حلقة زائدة، باعتبار أنه هذه الحلقة مذكورة في الدستور العراقي، وأيضا هي بالتأكيد يعني هسه احنا نريد نتحدث عن اختيار المحافظين كما حصل بعد أن خلال الفترة التي كانت فيها مجالس المحافظات غائبة، فهي مخالفة للدستور، لأنه من ينتخب أو يختار المحافظة هو مجلس المحافظة، وبالتالي لعدم وجود مجلس محافظة كانت هنالك حقيقة مخالفات دستورية، لكن الدولة والحكومة لجأت إليها لعدم وجود مجلس محافظة. أعتقد أن مجلس المحافظة مهم جدا باعتباره هو من يمثل السياسة الرسمية داخل المحافظة، يعني هو حكومة محلية داخل المحافظة، يستطيع حتى أن يشرع قرارات خاصة بالمحافظة، يستطيع من خلالها أن يؤدي أعماله والمحافظ أن يؤدي أعماله من خلالها، لكن يجب أن لا تتعارض مع القوانين والقرارات التي تقر من قبل الدستور العراقي. هذا بالإضافة إلى أنه أعطى الدستور صلاحية الإشراف المالي على المحافظة، عمل المحافظة إداري ومالي. طيب يعني سنتوسع أكثر في هذا الموضوع سيد فيصل، ولكن اسمح لي بالانتقال إلى ضيفي الكريم الذي ينضم إلينا الآن، سيد مهند العنزي. أرحب بك رئيس تحالف نبني في محافظة بابل. سيد مهند، هل حسم النتائج التي حققتها قوى الإطار التنسيقي شكل المجالس المحلية بالنسبة لمحافظات الوسط والجنوب من العراق؟ سيد مهند إن كنت معي، هل حسم النتائج التي حققتها قوى الإطار التنسيقي في انتخابات مجالس المحافظات من خلالها ستشكل المجالس المحلية بالنسبة لمحافظات الوسط والجنوب من محافظات العراق؟ طيب، إلى أن يجهز الاتصال مع جنابك الكريم سيد مهند، أعود مجددا إلى سيد فيصل. كنت تتحدث عن آلية التشكيل سيد فيصل، وعن أهمية مجالس المحافظات، وعلى أنها ليست بحلقة زائدة أو فارغة أو مؤسسات فساد كما يصف البعض، إذن هي مكملة للبرنامج الحكومي أو التنفيذي في مفاصل الدولة العراقية. نعم، بالتأكيد يعني كما قلت لحضرتك أنه هذه المجالس أولا هي مجالس دستورية، يعني لا يمكن القفز عنها، لا يمكن إلغائها، لا يمكن تعديل، ويمكن تعديل قانونها، يعني إذا كانت هنالك صلاحيات واسعة جدا ضمن القانون بالإمكان تقليص هذه الصلاحيات، لكن لا يمكن أن نتجاوز على طيب لو تحدثنا عن الصلاحيات سيد فيصل، أيضا هنالك رأي آخر، هل صلاحيات مجالس المحافظات المحلية اليوم لربما تتقاطع مع بقية مفاصل مؤسسات الدولة العراقية، يعني الأمانة وغيرها؟ لا، هي مجالس المحافظات مثل ما قلت لحضرتك هي الحكومة المحلية داخل المحافظة، نعم، نقلت إليها بعض الصلاحيات من الوزارات باعتبارها صلاحيات تخص المحافظة، يعني أتذكر أن صدرت قرارات حتى في زمن حكومة العبادي نقلت كثير من الصلاحيات للوزارة من الوزارات إلى المحافظات، لأنه كي لا تتقاطع فعلا، لكي لا تتقاطع مع عمل الوزارات، لذلك وجودها وعملها ليس بخارج عن الدستور ولا بخارج عن القوانينات، لكن إن كانت هنالك قرارات مخالفة للدستور العراقي طيب بالإمكان الذهاب إلى المحكمة الاتحادية والاعتراض عليها وتغييرها. هذا موضوع مهم، احنا نتمنى أنه لا تكون هنالك تقاطعات من أجل أن تؤدي هذه الحكومات المحلية واجباتها. اليوم الحكومة المركزية وخصوصا رئيس مجلس الوزراء هو من يقوم بواجبات هذه المجالس من تهيئة خدمات ولاحظنا احنا خلال الفترة السابقة، لكن إن كان هنالك مجلس محافظة
ومحافظ مختار المجلس المحافظة، أعتقد أنه تنقل إليهم هذه الأعمال لكي يكونوا مشرفين تماما على أعمال محافظاتهم. طيب سيد فيصل، لو عدنا مجددا إلى كيفية التشكيل وآلية التشكيل من الناحية القانونية، في حال لم يحصل المحافظ على العدد الكافي الذي هو الأغلبية المطلقة التي تحدثت قبل قليل عنها سيد فيصل التي تستوجب انتخابه، ما هي الآلية القانونية لذلك؟ أعتقد أنه طبعا هو بالتأكيد يعاد انتخاب تعاد جلسة أخرى داخل مجلس المحافظة ويصوت من جديد على الاثنين الذين حصلوا على العدد الأكبر من الأصوات. نعم. وبالتالي يحصل الذي يحصل على الذي يحصل على العدد الأكبر هو من يفوز بهذا المنصب. نعم، واضح جدا سيد فيصل هذه التفصيلات القانونية. أذهب مجددا إلى سيد مهند، أرحب بك مجددا سيد مهند العنزي رئيس تحالف نبني في محافظة بابل، أو السيد جبير الجبوري، لا أعلم إن كان أيهما هو الموجود معي. أو طيب سيد مهند، كان سؤالي لك، هل حسم النتائج التي حققتها قوى الإطار التنسيقي شكل المجالس المحلية بالنسبة لوسط وجنوب العراق؟ شكرا لكم على هذه الإضافة، ونبارك العراق هذه النتائج ومطابق على نتائج انتخابات مجالس المحافظات. طبعا مجالس المحافظات ولما لها من تراث ورؤية في الإطار استراتيجية في مجال الإعمار، أنا لابد من إعادة تشكيل مجالس المحافظات البرلمانية، رهن عليها الجميع ورهن جزء كبير من عليها بالفشل، إلا أنها بفضل الله سبحانه وتعالى نجحت ومضت بنسبة جيدة جدا من المشاركة. حقيقة الآن بعد المصادقة أتصور بأنه لا عذر أمام مجالس المحافظات أو حتى كتل الإطار باعتبار أن اليوم الإطار أغلبية مريحة في عدد كبير جدا من المحافظات. هذه الأغلبية مكنته الآن من ترتيب أوراق المحافظات ونفس الجوانب التنفيذية الأماكن التنفيذية وحتى الرقابية من باب حافظ ونوابة ورئيس المجلس ونائبه وحتى الدرجات الخاصة. يعني حضرتك تتحدث عن نواب ونفس الوجوه باقية في الأماكن التنفيذية وبدون أي رقيب. اليوم هذه المجالس الدستورية سيكون لها دور كبير جدا، وخصوصا نحن أمام موازنة 24 و 25 موازنة مقررة مسبقا، وبالتالي تعطي الفرصة ستكون الفرصة مرفوعة أمام هذه المجالس في الذهاب باتجاه إنجاز المشاريع المتلكئة والمراقبة لعمل التنفيذية. نعم. طيب سيد مهند، ما هي المحافظات التي تتوقعون منها أن تكون هي الأسرع في تشكيل حكوماتها المحلية؟ والله باعتقادي كل المحافظات، يعني أنا أتصور أن يعني أساسا موضوع الحكومات المحلية قد أنجز منه طبق إلى ربما الساعات القادمة يتم الاتفاق على جميع المجالس جميع الحكومات المحلية، باعتبار أن اليوم الإطار لديه الأغلبية المريحة في تشكيل المجالس التنفيذية والحكومات المحلية. وبتصور أن هناك لجنة مركزية من الإطار وقودها القادة الكرام، هدفها ترتيب الوضع حسب المقاعد وحسب الأصوات التي حصلت عليها كل كتلة أو كل جهة سياسية داخل الإطار. كذلك هنالك رؤية لدى قيادة الإطار ب أن يتم إشراك حتى الأخوة الفائزين من غير الإطار حتى تكون هنالك كتلة موحدة تسند محافظ قوي، وبالتالي سننهض بإتجاه مشاريع. بالتالي أعتقد أن كل المحافظات ستكون بسلة واحدة، وسيتم الساعات يعني ربما لا أقول أيام حتى. يعني أفهم من كلام حضرتك سيد مهند، التشكيل اليوم لمجالس المحافظات سيكون بسهولة وسلاسة وعدم يعني الخلاف أو الخلافات ما بين الفرقاء السياسيين في هذا التشكيل لمجالس المحافظات، كيف يعني تنظر للصورة بشكل عام في المحافظات؟ لا، الله لا وجود الفرقاء، أتحدث عن الإطار
كان واضح في هذا المجال قبل الانتخابات، قال سندخل في قوائم متعددة وسنندمج بعد الانتخابات، وما هذا ما حدث فعلا. هذا اليوم ينظرون إلى الإطار خطة واحدة، بالتالي هنالك تقسيم جزئيات على أساس المقاعد التي حصلت عليها، بالتالي لا وجود لفرقة ولا وجود لمشاكل. نحن أمام حكومات محلية سريعة جدا بإذن الله تعالى، سنذهب ربما الأسبوع القادم بالتئام المجلس و انتخاب رئيس بنابه، ومن ثم هنالك صلاحيات قانونيه لفتح باب الترشيح لمنصب المحافظ. سنمضي باذن الله بهذا التساهل في عوائد. واضح، ساعود اليك مجددا سيد مهند بالتاكيد، ولكن اسمح لي بالعوده الى الاستديو وضيفي الكريم سيد فيصل. سيد فيصل، يعني قانونيا كيف سيكون اثر تشكيل المجالس المحليه على المناطق المتنازع عليها؟ احنا دار نتحدث عن موضوع المناطق المتنازع عليها، فهي محددة بموجب المادة 140 بالدستور العراقي. ممتاز. الذي حدد لها مدة معينة ويجب أن تنتهي هذه المدة وانتهت، لكن المكون الكردي أيضا قدم اعتراض أو شكوى أمام المحكمة الاتحادية يطلب بها تمديد هذه المدة، لأنه لم تنفذ في حينها يعني الإجراءات المنصوص عليها بهذه المادة، لذلك تم تمديد هذه المدة. وأيضا هذه المدة الثانية هي انتهت، يفترض أنه الآن هي يجب أن تكون طي النسيان يعني، لكن إذا كان هنالك اتفاق على إعادة العمل بها فممكن أنه تعاد، ولكن يجب أن تعاد بصيغ جديدة، لأنه المناطق المتنازع عليها الحقيقة شهدت كثير من التغييرات الجغرافية، وأيضا هناك كثير من السكان المحليين لكثير من المناطق هاجروا من مناطقهم وسم لم يعودوا إليها لحد الآن. أعتقد أنه إجراء التعداد في هذه المناطق الآن خطر جدا يعني، لأنه سوف يضيع كثير من الحقوق للمواطنين الذين لم يعودوا إلى مناطقهم. بالتأكيد يجب أن يعاد النظر بهذه المادة. نعم، واضح جدا، سأعود إليك بالتأكيد سيد فيصل، لكن اسمح لي بالانتقال إلى ضيفي الكريم الذي انضم إلينا الآن عبر سكايب من كربلاء المقدسة، الأستاذ جبير الجبوري رئيس مجلس محافظة الديوانية السابق. أهلا ومرحبا بك سيد جبير. بدءا، تستعد مجالس المحافظات العراقية لعقد أولى جلساتها الأسبوع المقبل، كيف ترون سباق تشكيل هذه المجالس قياسا بالنتائج التي حققت؟ تحياتي للجناب الكريم وللضيوف. في الحقيقة مجالس المحافظات هي كما يعلم الجميع هي مجالس توقيف، وفي الماضي بداية التغيير في العهد الجديد من بداية 2003 ولحد 2019 بقرار إنهاء عمل الحكومات المحلية الذي اتخذه مجلس النواب العراقي وصادقت عليه المحكمة الاتحادية، عملت بكل ما تمتلك من قوة. هنالك لا توجد تخصيصات مالية، وخاصة من عام 2013 لعام 2019 إطلاقا لا توجد تخصيصات مالية، ولكن هي عملت بقدر المستطاع. أما الآن أنا نظرتي لمجالس المحافظات هي نظرة تختلف تماما عن الماضي، باعتبار الآن مجالس المحافظات هي بأقل أعداد بتمويل كبير ودعم كبير من الحكومة الاتحادية وكل الكتل السياسية، وخاصة أنه هي اليوم تعمل مع حكومة الخدمات للسيد السوداني. طيب سيد جبير، نعم. يعني وفقا للدستور العراقي يجب أن يكون انتخاب المحافظ خلال 30 يوما من تاريخ انعقاد مجلس المحافظة لأول جلسة له، هذه المدة هل ستكون كافية برأي حضرتك وجنابك الكريم كنت رئيس مجلس محافظة الديوانية سابقا؟ نعم، حسب الدستور كما تفضلتي هو خلال 15 يوم يعقد المجلس الجلسة الأولى بأكبر الأعضاء سنا وينتخب رئيس ونائب. هذه المدة هي كافية أنا أعتقد، باعتبار أنا رئيس مجلس لدورتين، أعتقد هي مدة كافية لاختيار الرئيس والنائب. نعم. والتوافق، نقول التوافق بما الكتل ما فيما بينها. بالنسبة للمحافظ ونائبي تأتي بجلسة أخرى في يوم نفس اليوم أو في مدة تحدد من قبل مجلس المحافظة، فبالتالي هي الفترة كافية 15 يوما، هم خلصوا تقريبا من أسبوع
تعطي عليهم انهم يتلفون ويتوافقون ويختارون الرئيس والنائب. سأعود إليك بالتأكيد مجددا، ولكن اسمح لي بالانتقال إلى سيد مهند. سيد مهند، القوى الشيعية ذات الأغلبية والتي جاء بمقدمتها تحالف نبني، هل توصلت إلى توافقات واتفاقات فيما بينها حول رئاسة المجالس والمحافظين في التشكيل القادم لمجالس المحافظات؟ مثل ما قلت لك كريمة، يعني هنالك لجنة في المركزية من قادة في الإنقاذ بغداد، هذه اللجنة واجبها ووضع آلية محددة وضعت هذه الآلية، وكان هنالك اجتماع حاسم لهذا القادة في الإنقاذ في هذا المجال لأجل وضع اللمسات النهائية لموضوع المحافظات. أتحدث المحافظات في طوباء، المحافظات هي المحافظات السبعة، يعني تحدث عن ميسان و الناصرية والسماء والديوانية والحلة وبغداد والنجف والمحافظات التي كان هناك فيها فائزين سادة المحافظين، تحدث عن البصرة وعن الكوت وعن كربلاء، ومن ثم جيم تحدث عن محافظات صلاح الدين وديالة ونينوى وكركوك. عن المحافظات السبعة الأولى يعني تم إنجازها حسب المعلومات اللي لدي، وبثلاثة بين قوى الإطار المحافظات الثلاثة أتصور أن هنالك حلحلة، وأعتقد أن يعني خلال أيام قليلة جدا أيضا سيتم إنهاء حلفها. المحافظات اللي يكون هنالك تداخل مع بعض القوى الأخرى من الأخوة السنة والكرد، أيضا هنالك لجنة مشكلة بهذا الخصوص. أتصوري أنه الأمور والأمور سائرة بشكل صحيح، ونحن بأن المدة الدستورية كافية جدا تمام الحكومات. نعم، واضح جدا. أعود إليك مجددا سيد فيصل. كنا نتحدث أنا وأنت عن موضوع المناطق المتنازع عليها، وكيف عالج القانون العراقي هذه المسألة، وهل ستؤثر على التشكيلات لمجالس المحافظات في هذه المناطق تحديدا؟ أكيد، يعني إذا مثل ما قلت لحضرتك أنه المادة 140 مدتها القانونية والدستورية انتهت، تم إعادة العمل بها أيضا، وايضا لم انتهت المده، يعني يفترض انه يكون هنالك اجراء سريع من اجل حسم هذا الموضوع لكي لا تبقى لدينا مناطق متنازع عليها. رغم انه انا حقيقه في كثير من المناسبات وفي كثير من اللقاءات اعترضت على كلمه متنازع عليها، هي التنازع يكون بين دوله واخرى، اما ان يكون التنازع بين إذن ما الوصف القانوني الأدق سيد؟ المتنازع عليها، نعم الوصف القانوني لها متنازع عليها بالتأكيد، يجب أن يغير هذا الاسم ويكون هنالك اسم قريب من أنه المناطق التي يحدد ارتباطها بالمركز أو بالإقليم، هكذا يقال. أنه أما نقول متنازع عليها فهذا موضوع لا ينسجم مع وحدة الدولة العراقية، هذا أولا. ثانيا، مثل ما قلت لحضرتك أنه كثير من أهالي هذه المناطق نزحوا بسبب صفحة داعش البغيضة التي لا تعود علينا إن شاء الله، وتركوا أماكنهم، قسم من عندهم يعني دورهم هدمت، أماكن عملهم غير واضحة الآن هسه. لذلك يجب أن يكون هنالك إجراء سريع من أجل أن يحسم هذا الموضوع. طيب سيد فيصل، اليوم التشكيل لمجلس محافظة كركوك تحديدا، وأنت تعلم خصوصية هذه المحافظة والتنوع القومي والطائفي فيها، من الناحية القانونية هل سيكون سلسا التنفيذ للقانون والتشكيل لمجالس المحافظات في هذه المحافظة؟ نعم، هو مجلس المحافظة الآن يجب أن يكون جزء من مجالس المحافظات بالعراق، ويجب أن يعمل بالشكل الطبيعي. لم تستثنى محافظة كركوك من هذه التسمية، وبالتالي هو خاضع إلى قانون مجالس المحافظات. أعتقد أنه وجود مجلس محافظة داخل محافظة كركوك مهم جدا، وبالتالي هو ممثل لكافة الأطياف، ويجب أن يعمل أيضا على تنفيذ المادة 140. المادة 140 تحتاج إلى أهالي كركوك من أجل تطبيقها بالتأكيد. يعني
نعم واضح سيد فيصل، سأعود إليك مجددا بالتأكيد، ولكن أعود إلى سيد مهند. سيد مهند، الجميع دخل في مرحلة الحسم بعد مصادقة المفوضية على نتائج الانتخابات لمجالس المحافظات المحلية، حيث هناك مدد دستورية بالتأكيد وأنت تعلم ذلك لعقد جلسة اختيار رئيس المجلس ونائبيه. هل حسمتم هذا الأمر في بابل؟ لو سمحتي إذا تعيدون السؤال، الصوت غير واضح. نعم بالتأكيد، سؤالي لك كان يعني الجميع دخل مرحلة الحسم والتشكيل خصوصا بعد إعلان نتائج مفوضية الانتخابات حول مجالس المحافظات سيد مهند، وهنالك مدد دستورية لعقد جلسة اختيار رئيس المجلس ونائبيه، هل حسمتم هذا الأمر في بابل؟ واضح تماما، انا اشرت قبل قليل الى هذا الموضوع، ان موضوع يعني رئاسات المجلس مرتبط بشكل مباشر بموضوع المحافظ، يعني هنالك تداخل الاخوه واللجنه المشكله في بغداد تنظر بالدرجه الاساسيه الان الى منصب المحافظ ورئيس المجلس ونائب رئيس المجلس ونائبي المحافظ، هذا يعني هذه الناصب الخمسه اللجنه المركزيه تنظر لهذا الموضوع يعني الدرجه الاولى، واعتقد ان هنالك شبه حسم لهذا الموضوع حيث تم توزيع هذه المناصب حسب الأغلبية وحسب المقاعد، يعني لمن هذا المحافظ ولمن ذلك رئيس المجلس لهذه المحافظة وكذلك النائب رئيس المجلس والمعان، بالتالي أعتقد موضوع رئاسات المجالس مرتبط مباشر بالمحافظ، وأعتقد أنه تم تقريبا يعني هذا الموضوع بشكل شبه نهائي. طيب هل هنالك محافظ معين يعني شخصية معينة عددتموه لبابل اليوم سيد مهند؟ وحقيقة بالوقت الحالي لا نتحدث عن شخصيات، يعني نحن نتحدث عن لمن هذا المنصب المحافظ مثلا الصفات. لمن يكون لأي كتلة أو رئيس المجلس أي كتلة، بالتالي أتصور أن الشخصيات ستكون في المرحلة القادمة خصوصا فيما يخص منصب المحافظ باعتبار رئيس المجلس وتحصيل حاصل ان رئاسه المجلس اذا كانت الجهه الفلانيه فقط عن هي لديها رجل واحد او اثنين، بالتالي ممكن بكل بساطه اختيار شخص. طيب وفقا لرؤيه حضرتك وانت قريب من المشهد خصوصا في بابل، من هي الشخصيه المرشحه الاكثر من قبل الكتله الشيعيه التي حصلت على النتائج او الاصوات الاكثر او التي لها يعني مقبوليه اكثر في محافظه بابل، من هي الجهه التي ستسمي؟ يعني لحد الان انا قلت لك ان هذا الموضوع حقيقه بيد اللجنه المركزيه في بغداد، نحن على تواصل يومي هم، هنالك اجتماعات فاعله للجنه، تعرفين حضرتك ان القضيه ليس للاكثر، يعني اليوم تحدث نبني حصلت على اربع مقاعد، دوله القانون ثلاث مقاعد، تيار القوى الدوله ثلاث مقاعد، وفي شريعة عراق مقعد، تحدث عن الاطار 11 مقعد من اصل 18 مقعد، لمن سيكون المحافظ بتصوري ان بغداد هي اعرف بهذا الموضوع. طيب بالعودة إليك سيد جبير، بعد انقطاع دام لعشر سنوات يترقب العراقيون عودة مجالس المحافظات إلى العمل، ما الذي ممكن أن تضيفه تلك المجالس إلى الشارع العراقي وبماذا ستختلف عن المجالس السابقة سيد جبير؟ حقيقة الشارع العراقي يرتقب هذه المجالس الجديدة خدمات أكبر وأكثر من السابق، ليش؟ لانه مجالس هذه المحافظات وهذه الدوره الحاليه كما ذكرت هي انطلقت مع الاموال، سابقا ما توجد اموال، وبالتالي الان الاموال متوفره والدعم موجود، فبالتالي الشارع العراقي يطلب من الحكومات المحليه وهذه المجالس المنتخبه التي هم ابناء الشعب هم اختاروها، يطلب منهم تقديم الخدمات التي يطمح لها. أنا تصوري أنه هذه المجالس سوف تنجح بإذن الله تعالى، هذه المجالس تنجح وتقدم وفق المعطيات الموجودة والمقدمة لهم من الكتل السياسية ومن الحكومة الاتحادية.
طيب سيد جبير، اليوم مجالس المحافظات هل ستتمكن من الرد على الوصف الذي ألحق بها بكونها حلقة زائدة اليوم في تشكيل المؤسسة أو المؤسسات العراقية لتصبح حلقة فاعلة بتقديم الخدمات للمحافظات؟ نعم، في الحقيقة مجالس المحافظات هذه حلقة بالعكس، مجال أشد من 2019، مجال في المحافظات أكثر من الوزارات وقدمت أكثر من المؤسسات، ولكن للأسف أنه مجالس المحافظات في الفترة الماضية بدا للبرلمان والاتحادية. طيب الآن بتطوري وأكد أنه مجالس المحافظات غير الصورة. طيب هنالك مشكلة لربما بالصوت حتى أن تعالج، سأعود إليك بالتأكيد سيد جبير، ولكن اسمح لي بالانتقال إلى سيد فيصل. سيد فيصل، كنا نتحدث عن المادة 140 وضعت على أساس المادة 58 من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية كما تعلم بالتأكيد سيد فيصل. هل لك أن تضعنا أنا والمشاهدين في أصل المادتين وبنودهما؟ هي الحقيقة المادة 58 من قانون الإدارة المؤقتة لسلطة بريمر كما نسميها، وضعت هذه المادة من أجل إنهاء الخلاف يعني بين المركز وبين حكومة الإقليم، باعتبار أنه هنالك الكثير من المناطق يعني هنالك كلام عن أنه فيها شخصيات أو مواطنين لم يسجلوا بالتعداد الذي جرى في هذه المناطق، لذلك كان يفترض أن تقوم الأجهزة المختصة ببيان هذه المسألة وإنهائها في وقتها، بعد أن لكن يعني ضمن القانون القديم قانون بريمر 30 لم يفلحوا بإنهائها، أحيلت المادة إلى قانون إلى الدستور العراقي الذي شرع ونفذ عام 2005، وبالتالي وضعت هذه المادة داخل الدستور من أجل تنفيذها بالشكل الصحيح ومن أجل أن تكون تحت غطاء ديمقراطي، باعتبار أن الدولة العراقية انتقلت إلى المسار الديمقراطي منذ تشريع القانون 2005. للأسف الشديد الظروف لم تسمح ولم تكتمل هذه الصورة بسبب التداعيات التي حدثت، منها صفحة داعش ومنها فيروس كورونا الذي اجتاح كثير من المناطق، وبالتالي أجلت أكثر من مرة، لكنها أيضا لحد الآن لم تنفذ بالشكل الصحيح. طيب نبقى في هذه المادة وتفصيلات هذه المادة سيد فيصل. المادة 140 بنيت على ثلاث نقاط رئيسة، وهي التطبيع والإحصاء والاستفتاء كما تعلم بالتأكيد. فلماذا اليوم يحاول الإقليم فرض رؤاه وتوجهاته لربما فيما يخص البنود أعلاه؟ عفوا الصوت شوية، إذا أمكن عيد السؤال. نعم بالتأكيد. المادة 140 نبقى بها بنيت على ثلاث نقاط رئيسة سيد فيصل، هي التطبيع والإحصاء وأيضا الاستفتاء. يعني اليوم لماذا يحاول الإقليم أن يفرض رؤاه وتوجهاته إن صح التعبير فيما يخص البنود أعلاه؟ وقد تكون هذه البنود غير ملائمة لتطلعات الإقليم بصدد إضافة هذه المواد المناطق إلى الإقليم، وبالتالي قد تكون مؤثرة على تبعيتها إلى الحكومة المركزية أو إلى الإقليم، لذلك كان هنالك اعتراض على هذا الموضوع بالتأكيد. طيب واضح، أعود إليك مجددا سيد مهند. سيد مهند، مجالس المحافظات تؤدي إلى تحسين الخدمات العامة وزيادة مشاركة المواطنين في صنع القرار بالتأكيد إذا ما بقيت بعيدة عن الفساد. كيف يمكن إبقاء هذه المجالس بعيدة عن الفساد وهي بالأساس متهمة بالفساد في السابق من البعض بالتأكيد وليس الأعم والأغلب؟ لا
هو اساسا ان هذه المجالس اساسا يعني وجدت لمحاربه الفساد، كيف تكون هي فيها فساد؟ يعني اساسا هذه المجالس هي ليست جهات تنفيذيه او جهات ماليه حتى تكون فاسده. هذه لكن يعني لها 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 صلاحيات ولها امور يعني خاصه بها ولها امور تنفيذيه، يعني اذا لها مساحه معينه في التنفيذ ايضا. واضح واضح. يعني انا اقول اولا اننا نتحدث اليوم عن شخصيات داخل الاداره، نتحدث عن مجالس جزء هي عباره عن شخصيات من اهالي المحافظه، وقطعا هؤلاء الناس الذين جاءوا الى مجالس محافظات انما جاءوا بناء على ثقه المواطنين بهم ولا لما وصلوا الى هذا. بالتالي اليوم بتصوري ان مجالس المحافظات، وخصوصا يعني اتحدث انا عن بابل، اغلب الساده اعضاء مجالس او كل الساده اعضاء مجالس المجلس الفائزين حقيقه انا تواصلت معهم ورايت انهم من 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 العوائل المحترمه والكريمه ومن الناس ها وفعلا الذين لديهم رغبه في العمل ومتابعه المشاريع بشكل نزيه حتى نخرج بابل بحله جديده. لذلك اتصور ان هذا المجلس سيكون بعيد كل البعد عن الفساد وعلى العكس، لذلك سيكون هو الاداه المراقبه على العمل التنفيذي لكشف الفساد وتحويله الى الجهات الرقابيه وعلى راسها هيئه الفساد. طيب سيد مهند ابقى معك، ما الذي تحتاجه اليوم فعليا محافظه بابل من هذه المجالس لتنهض بها وبواقعها الخدمي؟ ممكن يعاد السؤال، من الاسف صوت ضعيف. طيب جدا. طيب بالتاكيد ما الذي تحتاجه اليوم تحديدا محافظه بابل من مجالس المحافظات للنهوض بالواقع الخدمي لهذه المحافظه سيد مهند؟ هو اساسا يعني مجلس المحافظه مثل ما تعرفين حضرتك وهو مجلس رقابي يعني وليس مجلس تنفيذي، بالتالي بتصوري اهم ما يحتاج اليه المجلس اليوم لكي يكون ناشط هو بحاجه الى محافظ نزيه ومحافظ عامل محافظ يكون لديه القدره على تنفيذ البرامج والمشاريع المناطه به. يعني هذا الاساس لتاثيري بنجاح مجلس المحافظه. لذلك اليوم حرصنا انا والساده اعضاء مجلس محافظه بابل الجدد خلال هذه الاسابيع الثلاثه الماضيه التي كانت قبل المصادقه ب اللقاءات الشبه يوميه لغرض إخراج المحافظ وكيف تكون شخصيه المحافظ الذي نستطيع العمل معه كفريق واحد من اجل النهوض بواقع المحافظه، لان بتصوري ان التفارق بين المحافظ ومجلس المحافظه، العداء بين المحافظ ومجلس المحافظه سيؤدي بالنتيجه الى عرقله المشاريع وبالتالي. اذا هل هنالك تداخل، افهم من كلام حضرتك، هل هنالك تداخل لربما بالصلاحيات او بالمساحات في التنفيذ والتخطيط داخل المحافظه؟ لا هو ليس التداخل بالصلاحيات، انا اتحدث ان اليوم المحافظ هو الاداه التنفيذيه لمجلس المحافظه. نعم. بالتالي اليوم اذا يعني اذا هذه الاداه لم تكن اداه صحيحه ومنطقيه سيؤدي ذلك بالمجلس الى الاعتراض على هذه الاداه وتغييرها، كل هذا سيحتاج الى وقت ويؤدي الى مشاكل، وهذه المشاكل ستنعكس بشكل سلبي على واقع المحافظه وتنفيذ المشاريع. واضح جدا، اعود لك مجددا سيد جبير، كيف اليوم بالامكان تقديم الخدمات بالشكل الامثل من قبل مجالس المحافظات في المحافظات التي تشكل بها هذه المجالس؟ على مجال سماح باعتبار الآن هي موجودة وأيضا الدعم هم. سيد جبير عذرا على المقاطعة وأنت في بداية حديثك، كثيرا ما تتحدث عن الدعم المالي، عن الدعم الحكومي لمجالس المحافظات، يعني بماذا تختلف اليوم هذه المجالس عن مجالس المحافظات السابقة، خصوصا وحضرتك جنابك الكريم كنت رئيس مجلس محافظة الديوانية، ما هي العقبات التي كانت تواجه مجلس محافظة الديوانية؟ نتحدث عن اختصاصك ومنصبك ومكانك. شكرا جزيلا، جزاك الله. المجال انا راح انا سيد وكيل وزير فاضل نبع عثمان طلبت من عنده 20 دينار بثريه لمجلس 14 مجلس قضاء، كل مجلس قضاء 1000 بالشهر.
الحظ سيد جبير، الصوت غير واضح جدا لدى جنابك الكريم، لو سمحت لي بالانتقال إلى سيد فيصل. سيد فيصل، كنا نتحدث يعني عن المشكلات التي قد تواجه التشكيل وعن المادة 140، نعود إلى كركوك. يعني كركوك كانت ولا تزال تمثل عقدة في طريق تطبيق المادة 140، ما هي العوائق القانونية أمام ذلك؟ لا، الحقيقة هي يعني انتخاب مجلس المحافظة بالتأكيد سوف يعطي الصبغة الحقيقية لمحافظة كركوك باعتبارها تتكون من كوكتيل من الطوائف والقوميات والقوميات والأديان، وهي يعني على مر طبعا هي من أقدم المحافظات بالعراق بالتأكيد، يعني أقدم المدن، لذلك لم تشهد خلاف قوي بين أبنائها في الفترات السابقة، يعني حتى في الفترات التي حدثت فيها مشاكل داخل العراق. لكن المادة 140 يفترض أنه تكون هي الحل الأمثل والقاطع لهذه المشاكل، يعني كل، ورغم أنه ترى داخل مجلس المحافظة هنالك أطياف متجانسة ومتفقين على مبدأ العيش السليم والتعايش السلمي بين الأطياف، لذلك احنا يجب ان ننتهي من هذه المادة، يعني حتى لكي لا تبقى عقدة في حياة اهالي كركوك ولا عقدة في العلاقة بين المركز والإقليم، يجب ان تنتهي، وبالتالي يجب ان يعاد النظر بها بالشكل السليم والصحيح، واشكال مجلس محافظة كركوك والقوى الأمنية داخل المحافظة والجهات التي لها علاقة بتنفيذ هذه المادة والانتهاء منها، ضروري أن تنتهي هذه المادة. يجب يعني أن نغادر هذه المادة برأي حضرتك، لماذا؟ هل هي تمثل عقبة أو عائق في التنفيذ، أم هي يعني حلقة زائدة أو فقرة زائدة، أو يعني نفي أهمية أن تتواجد هذه المادة؟ لا، هو لأنه هذه المادة لم تنفذ، وبالتالي بين فترة وأخرى تثار من جديد، وهي أعتقد أنه يعني هذه المادة ممكن تجاوزها الآن والعمل بشكل سليم بالاتفاق مع كل الأطراف، وبالتالي بوجود مجلس محافظة يمثل كل الأطياف، وبالتالي ممكن توزيع المناصب الإدارية أيضا على الأطياف الموجودة داخل المحافظة، والعمل من جديد على إجراء تعداد سكاني، إجراء سليم، سجل للنفوس سليم لا 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 يختلف عليه اثنان، وبالتالي يعني للتجارب القادمة ممكن البناء عليها وانتهى الموضوع. نعم، واضح جدا، سأعود إليك بالتأكيد، ولكن أعود مجددا إلى سيد مهند. سيد مهند، يعني اليوم لو تحدثنا عن الصفات أو المميزات أو الشروط التي يجب أن تتوافر بشخصية رئيس مجلس محافظة بابل تحديدا وأيضا أعضاء المجلس. يعني ولا شروط في يعني السيد رئيس المجلس، كل السادة أعضاء المجلس أساسا يعني هم يصلحون لأن يكونون رئيسا للمجلس، يعني لا توجد ضوابط، هذا باعتبار كل السادة الأعضاء حقهم ترشيح لرئاسة مجلس المحافظة، لكن مثل ما قلت لحضرتك هنالك لجنة مشكلة في بغداد هي التي تنظم قضية رئاسات مجلس المحافظة. نعم، واضح جدا. أعود إليك في الشأن القانوني سيد فيصل، اليوم من يستطيع تشكيل الكتلة الأكبر هو من يحق له اختيار المحافظ، وفقا لهذه المعادلة سيد فيصل، هل ربما سنشهد ولادة عسيرة للحكومات المحلية في محافظات معينة، يعني مثلا واسط، كربلاء المقدسة وأيضا البصرة؟ أنا عندي رأي آخر حقيقة، يعني لو كان يقبل من كل الأطراف، يعني إذا موضوع رئيس مجلس المحافظة طبعا بالتأكيد هذا هو يعود إلى الجهة أو الكتلة التي حصلت على الأكثر عدد من المقاعد بالتأكيد، لكن أنا أتمنى من مجالس المحافظة وخصوصا في المناطق الوسطى والجنوبية التي لم تشهد خدمات ممتازة طيلة الفترات السابقة، الآن هسه لا بدت خدمات حقيقية نشوفها، يعني أتمنى من عندهم أن يذهبون إلى ترشيح محافظ له القدرة على القيام بواجباته على أكمل وجه من خلال وضع شروط، أن يكون شخص متخصص بالأعمال الفنية مثلا، يعني
مهندس كبير صاحب خبرة مهنية كبيرة في مجالات أخرى، ليس بنقول بس مهندس، يعني شخص له كفاءة وقدرة على التقدم، تقدم الخدمات في هذه المحافظات، والانتقال من هذه المحافظة أو هذه المدينة إلى مستوى الرقي لمدن العالم. إحنا مو أقل من عندهم، ترى إحنا نمتلك من الإمكانيات المالية والبشرية ما تفوق كل مدن العالم، لكن نعجز عن إيصال هذه الخدمات إلى أبناء المحافظة. نحتاج إلى محافظ لديه القدرة على القيام بهذه الواجبات. إحنا منشل بفلان محافظ حصل على عدد الأصوات وبالتالي نعم قدم خدمات جيدة للمحافظة، لكن ليست بخدمات التي يرتقي إليها الإنسان العراقي. يعني إحنا نريد نشوف نفسنا بمستوى مدن اليابان، لماذا يعني شنو اليابان جزيرة، لكن إحنا دولة عظيمة لها تاريخ بعمق 5000 مليون سنة داخل التاريخ، لماذا لا نستطيع أن نجد كم أعداد محددة من المتخصصين القادرين على النهوض بمدنهم؟ هذه ليست مسألة صعبة. طبعا بالتأكيد أرجع إلى إجابة على سؤالك، آسف هاني، المحافظة مجلس المحافظة بالجلسة الأولى ينتخب رئيس المحافظة من خلال حصوله على 50+1، يعني الأغلبية المطلقة داخل مجلس النواب المجلس المحافظة، وبالتالي يذهب المحافظ طبعا عفوا رئيس مجلس المحافظة ونائبه، يذهب مجلس المحافظة إلى اختيار المحافظ، وبالتالي أيضا يجب أن يحصل على 50+1 داخل المجلس. معظم المحافظات معظم المحافظات قد تكون متفقة على هذا السياق، وبالتالي يعني معظم المحافظات هي يعني الكتل الأكثر عددا لديها من الإطار التنسيقي ومن دولة القانون من نبني وبالتالي موزع الحصص عليهم معروفة يعني، لكن باختلاف 3 محافظات مصرين على أن يكون يعود المحافظ نفسه إلى باعتباره حاصل على العدد الأغلب من الأصوات، وهذا بالتأكيد راح يتم الاتفاق عليها مستقبلا. شكرا لك على كل هذه التفصيلات القانونية الدقيقة، وعلى ذكر اليابان أنت متأثر كثيرا يبدو بفوز المنتخب العراقي على اليابان، ونتمنى فوز المنتخب أيضا غدا على المنتخب الشقيق الأردني. شكرا لك، كنت معي الأستاذ فيصل ريكان خبير القانوني والدستوري، وأيضا شكرا للسيد مهند العنزي رئيس تحالف نبني في محافظة بابل، كنت معي عبر سكايب، والشكر موصول، وأيضا الاعتذار من جنابك الكريم الأستاذ جبير الجبوري رئيس مجلس محافظة الديوانية، كنت معي عبر سكايب من كربلاء المقدسة ولكن الصوت لم يكن واضح مع جنابك الكريم، عسى أن نلتقي في حلقات أخرى بالتأكيد، وأيضا الشكر لكل من شاهد وتابع ملفات الرابعة، إلى اللقاء.